النهارده اتكلم على حضراتكم على مرض انا بسميه مشكله الحقيقه اكتر من مرض، لانه الحقيقه بيبقى مؤرق جدا للناس وبيسبب يعني نوع من التوتر، وهو موضوع مشكله الصدفيه. هي الحقيقه الصدفيه هي مشكله ناتجه عن خلل في الجهاز المناعي. الناس كتير كانت بتعتقد انها ليها علاقه باكل، ليها علاقه بحاجات تانية كتير. لا، هو ثبت اخيرا ان هي خلل في الجهاز المناعي. يعني ايه؟ هناك نشاط زايد في الجهاز المناعي وليس ضعف في مناعه. إذا الصدفية نشاط زاد في الجهاز المناعي، الجسم بيفرز أجسام مضادة تحارب خلايا الجلد بدل ما تحارب الميكروبات، فتسبب إن يحصل التهاب في الجلد، بتنقسم خلايا الجلد بسرعة فتكون قشور بيضة اللي إحنا بنشوف بتبقى شبه الصدف وبنسميها الصدفية. والصدفية يا جماعة مرض غير معدي. عشان في ناس كتير بتعتقد إنه معدي. هو صدف، هو مرض غير معدي، ولم يثبت إلى الآن إنه مرض وراثي ولكنه مرض مناعي. بيظهر عليها التهابات في الجلد، عليها قشور فرضيه اللون، واحيانا يصاحبها حكه او يبقى فيه نزيف من الجلد. ممكن تاخد اكتر من شكل، ممكن تيجي فرد الراس، الكوعين، الركبتين، ممكن تبقى في مناطق الثنايا فقط تحت الابط، تحت السده بين الفخذين، ممكن تبقى واخد الشكل الجغرافي، ممكن تاخد شكل محبب او الرؤوس الصدديه، احيانا بتاخد يعني شكل يبقى الاحمرار شديد جدا في الجلد وعليه قشور شديدة، وده بيبقى مؤلم جدا وانه عايز تدخل سريع. احيانا تصيب اطراف المفاصل وبتبقى مؤلمة، احيانا تيجي في الاظافر، في اشكال مختلفة، لكن لازم طبعا طبيب الامراض الجلدية يشخصها. ولكن برجع عيد تاني، هي مرض غير معدي. علاج الصدفية الحقيقة بياخد اشكال كتير. ممكن يبقى علاجات موضعية فيها الكورتيزون او حمض الساليسيليك او قار، برضو الدكتور اللي بيحدد. ممكن اضطر ان انا ادي ادوية داخلية زي الأدوية المخفضة لنشاط الجهاز المناعي، ممكن أدي الأدوية الحديثة البيولوجية بتجيب نتائج سريعة بس بحذر وتحت إشراف طبي مهم جدا. الكورتيزون ممنوع إعطائه في الصدفية لأنه بيزودها، إنما أدوية المناعة ممكن، أدوية اللي فيها فيتامين د مهمة جدا. لكن أفضل وسيلة آمنة تماما للتعامل مع الصدفية هو اللي بنسميه الاستشفاء البيئي، أو اللي إحنا بنعمله في سفاجة في البحر الأحمر، إن المريض بينزل المية المالحة يستحمى ثم يتعرض لأشعة الشمس فوق بنفسجية بعد الشروق وقبل الغروب. برنامج بياخد من 3-4 أسابيع، الحياة بتختفي الأعراض تماما. ميزة هذا العلاج إنه علاج فعال جدا في 4 أسابيع، 2 علاج آمن ليس له أثار جانبية وغير مكلف، لأن ده البحر ده بتاع ربنا والشمس بتاعت ربنا الحمد لله، بنروح بننزل. وإحنا الحمد لله عاملين هناك مركز لعلاج المرضى غير القادرين مجاني، فممكن الناس بتروحوا موجود في سفاجة تستفيد. العلاج في سفاجة دايما بيبدأ في فترة من إبريل لسبتمبر. طبعا احنا السنة دي الظروف يعني احنا في رمضان ولسه طبعا معرفنا الظروف، انما ان شاء الله مع استقرار الامور في يونيو في يوليو أغسطس نقدر نستمتع بميزة العلاج في سفاجة من الصدفية. يبقى اذا الصدفية لها علاجات كثيرة متعددة زي ما قلت بيوصفها الطبيب، لكن أأمنها هو العلاج في سفاجة. اذا اتبعناه بنخلص ان شاء الله من هذا المرض، وربنا يديكوا جميعا الصحة والعافية.